أجزل بيوت الشعر وعذب لحون النشيد لطرف العريف وكل الحب لها نحملها اللي لها في القيادة والإرادة رصيد وإنجازها ما حد في الناس قد يوصل. أجزل بيوت الشعر وعذب لحون النشيد للغالية اللي كل الحب لها نحملها. أجزل بيوت الشعر وعذب لحون النشيد طرف العرف وكل الحب لها نحملها اللي لها في القيادة والإرادة رصد وانجزها ما حد في الناس قد يوصل. غرفه تقعدت بعد النجاح الاكيد وفعولها بالعطاء والبذل متواصله رضا والاهجام تشهد وحنا نشيد كل الجبال بنجازها لها شاهده فيها الرزانه مع التصميم شيء اكيد وفيها الادب والرقي بافعالها تحملها. خذت قرار التقاعد بعد فعل سديد وتقعدت رغبة منها على التكملة مديرة طبعها في الناس طبعا فريد بأسلوبها وطيبها وأخلاقها الفاضلة قائدة المتوسطة الثانية والرابعة باسم طرف المديرة وروحها العالية. أجزل بيوت الشعر وعذب لحون النشيد للغالية اللي كل الحب لها نحملها طرف بنت الشيوخ وبنت عز مجيد اللي لهم في المواقف وقفة ماثلة صالح أبوها سليل العز شمين وجيد نسل العرفي أسود في الوغى باسلة بنت صالح المخلصة اللي تلهم المخلصات حتى والنفس دايم طرفة متجاملة الجد والعزم نالت كل حلم بعيد هبة وطيبة وبالقانون متعاملة حكيمة رايها الراية الصحيحة السديس والعلم ساس لها وصافها كاملة. أجزل بيوت الشعر وعذب لحون النشيد الغالية اللي كل الحب لها نحملها غرفة بفن القيادة حققت ما تريد سيرة وقدوة وبالإنجاز متجملة الله يكتب لها الصحة وعمر مديد بين السعادة عسى كل العمر بكملا. 0-5-0-1-3-4-6-8-6-6